احنا متفاهمين في الحزب اللي ما ثماش دمج ما بين خطه نتاع في الحكومه وخطه داخل الحزب. قلت هذا بلي كذا هذه ما ثماش دمج بين هذه، وهو رئيس الحكومه يعرف على الحكايه هذه باش يدخل في خطه ويدس فيه المدير التنفيذي، خاطر نصور المدير التنفيذي هو اللي خاطر هو اللي عمل الاستدعاء هذايا، يدس فيه في العمليه هذه هو معنويا، وحتى ما حقاش تجي، خاطر باش تجي مشاكل الحزب تولي في الحكومه وما عندوش وقته باش توا. هو احنا في وضع ازمه كبيره ياسر، ازمه اقتصادية وأزمة أمنية وأزمة اجتماعية، يلزم الحكومة تتلهى بخدمتها. جاي يعمل في الحزب ما عندوش حتى دور اليوم باش يعمل في الحزب، فما ناس موجودين في الهيئة السياسية، وتفهمنا احنا وقتها باش تكون قيادة جماعية في هو اللي عملها بعد اللي هو اللي كان في رئيس لجنة 13 اللي عملت المؤتمر هذاك، اللي ثم خرج بقيادة جماعية، نرجع قيادة جماعية وهذيك تقعد تحضر حتى المؤتمر الجاي. قلت له ما لالواش هو قبل، قلت لازم خايف، وإذا ما هوش خايف ما يقبلش. وتعرف سي فوزي قلت لازم خايف على خايف من حاجة.